السلام عليكم اخوان. باقي عندنا الكارتير هذايا نتاع سياو والبرافو والسي، انا معروف هذايا بالطبعه الفلاجو. عندنا الكارتير هذايا الفم البيب هذه نتاع الكابيراتير، كيف في صوره ما معناتها تنقص الدياميتر تاكل يقع فيها يجير يقع فيها تاكل تولي معاش الكربيراتير معاش تشد مليح فيها، فما شكون يعمل طوله، فما كل واحد شنو اللي يعمل. عندنا فكره باش نوريها لكم، مثلا فما نوع نتاع كاوتشو هذايا نسخنو شويه باش يباس ونحطوه هاكا يدخل فرسي وندخلو الكربيراتير نتاعنا. هذه مجربينها وناجحه. عندنا الكعبه القاليه هذيا، القاليه نتاع امبرياج، كعبة القليل نتاع الامبرياج نحيو لها البلاستيك نتاعها صحيح وباه يعيش. كيف هذه مثلا، هذه تو باش نركبوها باه نحيو لها دخلين. كعبة القليل نتاع الفاريو نختارو الديامتر اللي حشنا بيه هاكا، فيها حتى الحرف هذا فيها في القصان نقصوها انكليني كي نقصوهاش مصوبة، باش كي ترجع تلم 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 وتلصق لبعضها مليح وندخلوها هنا فرسيل. فهمنا ولا ليه؟ باهي هذه فكره. فما شكون عامل تريف طوله، هذه غلطه كبيره، يعمل تريف طوله اذا عوجها ويركبها كي هكايا يلزم الضوء هذاك ما يخليش، وبعد يجي يقول لك رالونتي ما فماش وخدم هي الواحد سيكليست، معناتها يلزم يرد باله كي باش يعمل طوله كلانكون ولا باش يعمل تريف نتاع متر ولا تريف نتاع ماذا بيه يكون ما يكونش فيه الضوء هكا، ما يكونش يلزم يلصق البعض قد قد حتى كيركب على بعضه هاك ما يسالش خاطر هو رهيف. هاو كركب على بعض، ركب على بعض مثلا هذه تو الكربيراتير فيها الجوا نتاعها، الجوا نتاعها هذه باش نضيفولو الطريف طوله هذه في كربيراتير في سياو أخرى. هذه تو هنا نحي هذي ندقوها شوية بعد نكبسوها. كان اللي معناتها ما يزيش هذاك نزيدو ربع دورة نزيدو نص دورة نوفيو بشوية حتى يولي معناتها يكبس مليح باش معاش يولي عنا هواء. وهذه ما نحلوهاش مليح خاطر تكسر، خاصة في الكربيراتير الأوردينار اللي يبيعو فيهم نستحفظو عليها، ما نحلوهاش بتورنيفيس مثلا نجيو نحلوها هكايا نحيو البولون ونحلوها نسايسو عليها حتى في الحلان نتاعها نسايسو بالكدا. فهمت؟ نرخفوا البولون مليح ونحلوها كيما هذه، هاي محلوله بولونها نخليه في وسطها برشا اللي يتكسروا لهم. بهذه فكره ان شاء الله تكونوا قد فهمتوها معنا بالكدا، والسلام عليكم.